Flash Sport. تحية والمواعيدنا الرياضية البداية بآخر أخبار النادي الإفريقي. كما أعلن البارح على موجهة الإذاعة الوطنية، اللجنة الفنية للفريق رسميا قدمت استقالتها البارح على الصفحة الرسمية للفريق. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تأكد الأخبار، تقول أنها قامت بقبول استقالة اللجنة الفنية المتكونة من بسام المهري، نجيب غميض ومحمد المنسي. اللجنة الفنية تم الإعلان على تشكيلها وتكوينها من 4 أيام. رسميا كما ذكرنا، الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تقرر قبول استقالة اللجنة الفنية للفريق. إلى أخبار المدربين، رسميا حماد الدو هو المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. حماد الدو البارح على الصفحة الرسمية للنجم تم إعلانه مدرب جديد للفريق. الدو بعد نهاية تجربته مع الملعب التونسي وتتويجه بلقب كاس تونس يخوض تجربة جديدة على رأس النجم الرياضي الساحلي. النجم أيضا البارح أعلن تجديد عقد حارس مرماه علي الجمال لمدة سنتين. حمد الدو يغادر الملعب التونسي، البديل في الملعب التونسي ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد ابن النادي. ماهر الكنزاري بعد نهاية تجربته مع النادي البنزرت يخوض تجربة جديدة مع فريق الأم الملعب التونسي، يعود لتدريب الملعب التونسي. وأبرز ما حكاه ماهر الكنزاري في الصفحة الرسمية للملعب التونسي، حكى على تجربته جديدة على الأهداف مع فريق الملعب التونسي في هذا التصريح. إن شاء الله اللي نأكدوها اللي أنفقها توسكي الفوق بش نكونوا في المستوى انت الثقة اللي تحدد فينا هذي لازو بجكتيف الواضحين أنك تريوسي بش تدبور لشواء دي كلوب اللي بش تخدم فيه. كيف ناخذوا فكرة على الوضعية، معناتها ثم ان كلوب ثم ان انترينور، ثم ان كلوب كي افي دو تروا بروفيل دانترينور بش يختار منهم. مشكورين لخيان شافوا فينا البروفيل دانترينور اللي نجم يكون بنيفيك للنادي بارابور او جوور بارابور لا سيتواسيون بارابور لانفيرونمون. بس التونسيان اللي هو ان كلوب دو كور، ومانيش باش نقول جدور شعبوي اللي اختياري خاطر جمعيتي وخاطر لو كور، ثم ان كوتي لكن ثم لو كوتي بروفيسيونيل زاد اللي هو مهم برشا. انا نشوف في مقومات نتاع فريق ينجم يمشي للنيفو عالي، في مقومات النجاح واللي كل مدرب يتمنى يكون مدرب للملعب التونسي في الليطاء اكتويل اللي هو فيه، باش نلعبوا على جميع المستويات. اون فاسو باتر جوسكو بو في كل مسابقه نلعبوا فيها. باش تدخل المسابقه الافريقيه اللي هي جديده علينا، صافي لونتون ما شاركش الملعب التونسي في مسابقه افريقيه، اكيد مع الخيان ومتغالي زوبجيكتيف. هذا كان تصريح ماهر الكنزاري في الصفحة الرسمية لفريق الملعب التونسي. ونبقى مع أخبار المدربين، المرة هذه أخبار يهم فريق صعد للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. فريق الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة اللي أعلن رسميا تعيين شكري البجاوي مدرب جديد للفريق للموسم الرياضي 2024-2025. غدوة الموعد مع قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الترجي الرياضي معفى من خوض الدورة التمهيدي بالنسبة لكأس رابطة الأبطال الإفريقية مع الأهلي المصري، مع سان داونز الجنوب إفريقي، مع تي بي مازامبي الكونغولي، وأيضا مع بيترو أتليتيكو الأنغولي. في المقابل ممثل آخر لكرة القدم التونسية هو الاتحاد المنسيري، غدوة يتعرف على منافسه في الدورة التمهيدي من مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. في كأس الكونفدرالية الإفريقية الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي الثنائي يتعرف على منافسيه في الدورة التمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية. في المقابل تم إعفاء فريق نهضة بركان اتحاد العاصمة الجزائري سيمبا التنزاني الملعب المالي والزمالك المصري من خوض الدورة التمهيدي الأول. ذكر الدورة التمهيدي مقرر إقامته بين ذهاب وإياب بين 18 أوت القادم و25 أوت القادم.
نذكركم بقرارات لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم. لجنة الاستئناف بعد اجتماعها البارح نظرت في جملة من الملفات واتخذت جملة من القرارات. نبدأ بالملف 117 بين النادي البنزرتي ضد قرار اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية. قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم المؤاخذة. الملف 116 بالاتحاد المنستيري ضد قرار الرابطة الوطنية. قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم المؤاخذة. الملف 115 بين الملعب التونسي والرابطة. قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ المؤاخذة بخصوص عقوبة اللعب دون جمهور، ذلك بالحتم من العقوبة إلى مباراة واحدة مع الإبقاء على الخطية المالية. الملف 14 بين النجم الرياضي الساحلي وإيهاب المساكني. قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص غرامة القطعة التعسفي للعقد بالنزول بها إلى 30,000 دينار. نفس القرار بين النجم والأسعد الدريدي المدرب السابق للفريق. قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص غرامة القطع التعسفي للعقد وذلك بالنزول بها إلى 30,000 دينار. منتخب الكبريات والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات، منتخبنا يحتضن دورة دولية ثلاثية استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. نهار الخميس 11 جويلية في ملعب أريانا المباراة الأولى، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب التنزاني. نهار السبت 13 جويلية بوتسوانا ضد تنزانيا. ونهار الاثنين 15 جويلية المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب بوتسوانا. مهدي النفطي اللاعب الدولي السابق المدرب الحالي مرشح بارز باش يكون ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي كمساعد للمدرب فوزي البنزرتي. أكيد الأيامات القادمة تأكد المعلومة هذه، ولكن مهدي النفطي مرشح بقوة ليكون مساعد المدرب الوطني فوزي البنزرتي. كرة السلة اليوم إياب نصف نهائي البطولة كبريات الخمسة متاع العشية الجمعية النسائية بجمال النادي الرياضي السويقسي، في نفس التوقيت شبيبة المنازة أمل الوطن القبلي. نختم ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم. البارح المنتخب الإسباني تأهل إلى النهائي بعد الفوز على المنتخب الفرنسي 2-1، ولا حديث البارح إلا على النجم الصاعد لامين يامال نجم المنتخب الإسباني اللي في عمره 16 سنة تمكن من تسجيل هدف عالمي كأصغر لاعب في تاريخ نهائي اليورو يسجل في عمر 16 سنة. النهائي إسبانيا طرف، في انتظار الطرف الثاني الليلة 8 هولندا ضد المنتخب الإنجليزي. وبالنسبة لكوبا أمريكا الأرجنتين الفجر ضمن التأهل للنهائي بعد انتصار على كندا بثنائية نظيفة. واليوم هذه ساعة متاع الأصباح نصف نهائي ثاني منتخب كولومبيا يواجه منتخب الأوروغواي. هكا نكملوا فلاش سبور، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. فلاش سبور.